إن رجلا من الصالحين اعتاد أن يقرأ القرآن كل ليلة، وبينما هو يقرأ من سورة ياسين إلى أن وصل إلى قوله تعالى إني إذا لفي ضلال مبين فأدركه الموت فمات، وعجب الجالسون كيف يختم له بهذه الخاتمة وهو الذي صحب القرآن 50 عاما. فرآه أحد أصدقائه في المنام بعد موته يلبس ثيابا من سندس واستبرق، فسأله كيف ختم لك بهذه الآية إني إذا لفي ضلال مبين، فقال له الميت وما أدراك أنه ختم لي بها، إنني لما وضعتموني في قبري جاءني الملكان وقالا لي من ربك، فقلت لهما إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.